تحت الضغط. أستاذ أشرف ورنا، رنا والأستاذ أشرف. رنا هتروحي تسمعي أغنية عند سليم وترجعي لنا تاني. أستاذ أشرف تعالى مكاني. مين اللي كان بيدربك على تحت الضغط بقى؟ لا أنا كنت بشوف البرامج. ما اتدربتش. ما اتدربتش. لا ما اتدربت. طيب عملنا مرة واحدة. والله المدام عملت لي مرة. جربت معاك مرة تحت الضغط. وفشلت طبعا يعني. لا الأسئلة مش صعبة. مهم بس إن حضرتك تجاوب بسرعة. بإذن الله. والسؤال اللي ما عندكش إجابته فوته، باص. تمام. على طول، اتفقنا؟ بإذن الله. رنا تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هو العنصر الكيميائي الأساسي الذي يتكون منه الماس؟ باص. يقع خليج عدن بأحد المحيطات، فما هو؟ المحيط الهندي. صح. من هو الفنان الذي غنى تتر مسلسل حضرة المتهم أبي؟ باص. فؤاد الأول هو الاسم السابق لإحدى الجامعات المصرية، فما هي؟ جامعة القاهرة. صح. من هو أول رئيس عربي يحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978؟ السادات. صح. كم عدد حروف كلمة المعراج؟ 7. صح. من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور نادية في فيلم لا أنام؟ سعاد حسني. غلط. بص أنا قلت 7 أسئلة، كان نفسي أقول لك الثامن لأن الثامن إجابته عندك. معلش. اتفضل. كم إجابة صح؟ اتفضل. مش عارف. 4 إجابات صحيحة. مش وحش. حلوين الحمد لله. كويس. سليم عايزين رنا تنضم لينا. لو كنت أسرع بس ثانية كمان كانت فرقت. رنا عايزة تعرفي أستاذ أشرف عمل إيه ولا لأ؟ قلت 7 أسئلة من 10، جاوب على 4 صح. تمام. الأسئلة مش صعبة. ماشي. تمام؟ ماشي. بس عايزك تاخدي القرار بسرعة، يا تجاوبي يا تقولي باص. ماشي. اتفقنا؟ اتفقنا. تحت الضغط كاونتر. ما هو العنصر الكيميائي الأساسي الذي يتكون منه الماس؟ باص. يقع خليج عدن بأحد المحيطات، فما هو؟ الهادي. غلط. من هو الفنان الذي غنى تتر مسلسل حضرة المتهم أبي؟ مدحت صالح. صح. فؤاد الأول هو الاسم السابق لإحدى الجامعات المصرية، فما هي؟ جامعة القاهرة. صح. من هو أول رئيس عربي يحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978؟ السادات. صح. كم عدد حروف كلمة المعراج؟ 7. صح. من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور نادية في فيلم لا أنام؟ فاتن حمامة. صح. ما هو نظام الحكم في دولة كرواتيا؟ جمهوري. صح. في أي روايات الكاتب أحمد؟ اتفضلي. برافو عليك. هنا استني هنا. رايحة فين يا رنا؟ 6 إجابات صحيحة من 8. والأستاذ أشرف 4 إجابات من 7. ما هو العنصر الكيميائي الأساسي الذي يتكون منه الماس؟ الكربون. ده السؤال الوحيد اللي ما تجاوبش. كلنا نحيي أستاذ أشرف ورنا، رنا وأستاذ أشرف. اتفضلوا. لحد دلوقتي في الحلقة كلها سؤالين بس ما تجاوبوش. سؤال الكربون وسؤال الرياضة. كنتوا كام يا أستاذ أشرف؟ كنا 50. 50 و4 إجابات بقيتوا 70. رنا كنتوا كام؟ كنا 120. كويس. وكام إجابة صح؟ 36. يبقى 150 و10 نقط هدية 160. قلتي شكرا للأستاذ أشرف. شكرا يا أستاذ أشرف. ما هو شرقوة بقى، كرم. واحنا كمان. احنا شرقوة. انتوا كمان شرقوة. أيوة. دي ايه الحلقة الكريمة دي. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.